يمكنكم دعمنا بالاشتراك بالقناة والضغط على زر الإشعارات قبل بداية الفيديو، وهكذا ستصلكم فيديوهاتنا فور عرضها. قوم لوط هم قوم عاشوا قبل نزول الإسلام بمئات السنين، وأوضح علماء الآثار أنهم كانوا يعيشون في منطقة شمال البحر الأحمر تقع بين الأردن وإسرائيل. وهؤلاء القوم معروفون بقيامهم بالفاحشة. حرم القرآن العلاقات الجنسية والتزاوج بين الأخوات والمحارم وبين بني الجنس الواحد، لكن قوم لوط قاموا بالفاحشة والتجاوزات، فكان الرجال يشتهون بعضهم البعض حتى أنهم أرادوا ضيوف النبي، بل كانت الفاحشة منتشرة بين العائلات. كان الرجال يمارسون الفاحشة بين بعضهم البعض، وذكر القرآن أن هذه الفاحشة لم تظهر في قوم قبلهم. أرسل الله النبي لوط عليه السلام لقومه ليحذرهم، وقام بتحذيرهم، ولكنهم لم يستمعوا إليه، فأرسل الله بعض جنوده من الملائكة على هيئة رجال لينهوا تلك الفاحشة. ثم طلب الله عز وجل من سيدنا لوط أن يأخذ أهله ويبتعد عن المدينة، وأخبره أن لا يلتفت وراءه ويرى العذاب الذي حل بقومه بما فيهم زوجته. وهلك قوم لوط، لكن هناك العديد من الأشخاص لم يعتبروا من تلك الحقيقة، حيث يرتفع عدد الشواذ في العالم يومياً، بل أن هناك بعض الدول التي أصبحت توافق على المثليين وترى أن زواجهم أمر طبيعي. يمكننا أن نقول أن يوم القيامة قد اقترب. سنتحدث اليوم عن أغرب المجتمعات. هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بعمليات التحول الجنسي ويصبحون جنساً ثالث، وهذا ينتشر في الهند، بل أن هناك بعض الأشخاص يحملون صفات الجنسين ولا يستطيع أحد أن يعرف جنسهم الحقيقي. ربما تكون هذه طبيعتهم، وربما قاموا بتغيير طبيعتهم بعمليات التحول الجنسي، وربما يكون بعض الأشخاص يفضلون ارتداء ملابس الجنس الآخر، وهذا الشيء يظهر كثيرا في أفلام بوليود. قام أحد المصورين بزيارة الهند، وقام بتصوير بعض هؤلاء الأشخاص، ووجد أن هؤلاء الأشخاص يواجهون العديد من المشاكل والمصاعب، بالرغم من أن هذا الشيء طبيعي في الثقافة الهندية. أراد المصور أن يصحح هذا الوضع، كما يرى المصور أن المثليين هم حلقة وصل هامة في الثقافات والتواصل بين الرجل والمرأة، كما أنه يعتقد أنهم فقيرون ومحتاجون دائما لعدم وجود أطفال لديهم، لهذا فهم يعملون بالرقص وغيره ليحصلوا على أموال ويبحثوا عن أزواج ليكون لديهم أطفال. قام أحد هؤلاء الهنود بالزواج التقليدي من فتاة، وكان أمرا طبيعيا، وقال في كتابه: هناك مجموعة من الأشخاص في نيودلهي يطلق عليهم الجنس الثالث، ووفقا للعادات يقدمون عرضا قبل الزواج لتقديس الزوج والزوجة، وهذا التقديس ليس مجاني، فيجب عليكم الدفع لهم، وإذا رفضتم إعطاءهم نقود ستحرمون من التقديس وستحل اللعنة بكم. والجميع يعرف هؤلاء الأشخاص ووضعهم منذ سنوات عديدة، وهذه عادة مقدسة لهم. هؤلاء الأشخاص يعيشون حياة طبيعية ويشاركون بالاحتفالات الاجتماعية ويتشاركون مع الآخرين، بل أن هؤلاء الأشخاص لديهم معتقد خاص بهم. يواجه هؤلاء الأشخاص بعض المشاكل، فمن الصعب أن يحصل هؤلاء الأشخاص على وظيفة، كما أنهم لا يستطيعون الاستثمار، فهم لا يمكنهم الذهاب إلى الشرطة، فهم يقوموا بالاستثمار بعيدا عن الشرطة. يحلم هؤلاء بالتغيير، فهم يأملون أن يحصلوا على نفس المزايا الصحية والاجتماعية التي يتمتع بها الفرد الطبيعي. يمثل الإله راما هؤلاء الأشخاص، فهي تظهر سيدة بملابس رجال. أعلنت المحكمة عام 2012 بأن هؤلاء الأشخاص طبيعيون، وأصبح الجنس الثالث شيئا طبيعيا. كيف هلك قوم لوط؟ تقول التوراة أن قوم لوط كانوا مذنبين، فكانت تشيع بينهم الفواحش
ما ظهر منها وما بطن، خاصة الشذوذ. لهذا أرسل الله عز وجل ملائكة على هيئة بشر لسيدنا إبراهيم، وأخبرته الملائكة أن العذاب الذي سيحل بهم مهلك للغاية. توسل إليهم سيدنا إبراهيم بأن لا يقوموا بهذا العذاب، فبين هؤلاء القوم أشخاص لا يستحقون أن ينالوا هذا العذاب. لكن ذهب ملكان إلى تلك القرية كضيوف لسيدنا لوط، لكن علم قومه بمجيئهم وذهبوا إليه وأرادوا أن يسلمهم الضيوف، وقال لهم نبي الله أنه سيعطيهم ما يريدون، حتى أنه قال لهم خذوا بناتي ولكن لن تأخذوا ضيوفي. هم القوم وكادوا أن يكسروا الباب، لكن أعماهم الله ولم يروا ما بداخل المنزل. وأخبر الملائكة سيدنا لوط بأن يأخذ أهله ويبتعد عن تلك القرية. أخذ سيدنا لوط زوجته وبناته وابتعدوا عن القرية، وحذروهم من الالتفات إلى القرية مهما سمعوا من أصوات، وقالوا له أن هناك مدينة صغيرة يمكنهم الذهاب إليها، وبمجرد ذهابهم حل العذاب بالقرية واشتعلت النيران وهلك جميع من بالقرية حتى النباتات. أثناء هروبهم من القرية التفتت زوجته إلى الوراء بالرغم من تحذير الملائكة فتحولت إلى ملح. التجأ لوط وبناته بأحد الكهوف بالبحر الميت. لا تذكر التوراة شيئا آخر عن سيدنا لوط غير بعض الافتراءات والتكذيب. وبعد أن ذهب لوط لم تذكر التوراة أين عاش بعد ذلك أو متى توفى. هناك بعض الأقاويل بأنه دفن في منطقة الخليل بجوار سيدنا إبراهيم. يذكر الكتاب المقدس أن أولاد لوط التجأوا إلى موعابي وأموني. يقول المؤرخ اليهودي جوزيف هناك آثار يعتقد أنه لامرأة لوط التي تحولت إلى عمود ملحي. وقال الروماني سانت كليمنت وسانت إيريني أن هذا العمود كان موجوداً بالفترات التي عاشوا بها، لكن هذا العمود تم تشكيله بأشكال أخرى في القرن 17. ويقول هؤلاء الروم أن زوجة النبي لوط تحولت إلى ملح وأصبحت بهذا الشكل، وهذا الشيء قد استنتج من العاصفة الترابية التي حلت على هؤلاء القوم ومياه البحر المالح التي غطت القرية. فهناك قرية مغطاة بالملح على سواحل البحر الميت، وهناك تمثال ملحي بأعلى قمة بالقرية، ولهذا يقال أنها امرأة لوط. أخبر سيدنا لوط قومه بأن حذرهم من مقاومة الله وأن يتبعوا ملته، وقال لهم أن استبدال الرجال مكان النساء ليس بشيء أخلاقي وذنب، وطلب منهم التراجع. عمى الله أعين أهل القرية، واستطاع سيدنا لوط أن ينجي بأهله، وأصاب القرية العذاب عند انبثاق الفجر، وهلكت القرية بمن فيها من قومه وزوجته. وقيل أن بناته تزوجا من أشخاص لا علاقة لهم بالفاحشة بعد ذلك. أشيع أن قوم لوط يحبون الفاحشة، لكن سيدنا لوط نجا ببناته وأراد أن يزوجهم من أشخاص ليسوا مثل قومهم يحبون الفاحشة. ذكرت قصة سيدنا لوط بسورة هود التي ذكر بها العذاب الذي حل بقوم لوط. هناك بعض الروايات الإسلامية التي تناولت قصة سيدنا لوط بجانب تناول القرآن الكريم والحديث الشريف لها، وتستند تلك الروايات إلى المصادر اليهودية. يحظى هذا البطل الخارق سبايدر مان بشعبية كبيرة في الوطن العربي، بل هو المفضل لهم أكثر من أي بطل خارق آخر، الذي يعرف الكل قصته من البداية للنهاية. لكن هل ستظل من المعجبين به بعد أن تعرف أنه سيتحول إلى مثلي الجنس؟ في البداية أود منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، لأنه من المؤكد أن هذا الفيديو سينال إعجابكم. بيتر باركر شاب ذكي جدا لكنه خجول، يعاني أيضا من سوء المعاملة في المدرسة، وفي يوم من الأيام تعرض للدغ من عنكبوت. من هنا تغيرت حياته بالكامل واكتسب كل قوته الخارقة التي لها طبيعة العنكبوت وجميع خصائصه.
ومن هنا تبدأ حياته الذهبية. ولكن الحياة ليست وردية في جميع الأوقات. تبدأ المصاعب بداية من فقدان عمه الذي هو له بمثابة أب، ويبقى وحيدا مع خالته، لكنه بدأ يتعايش مع الأوضاع المزرية التي يمر بها مثل الأوضاع المالية وغيرها، ولكنه لم يستسلم وكان ينظر إلى الجانب الإيجابي في كل شيء. لكنه في وقت من الأوقات قرر تغيير السيء إلى الأفضل، وبدأ في مساعدة الناس ومكافحة الجريمة، وبدأ يقحم نفسه في مشكلات أكبر. ومن بين الصعوبات التي مر بها موضوع الفتاة. على سبيل المثال، يقع في حب فتاة ويفقدها، والآخر يقع في حب الأخرى ولا يستطيع الاستمرار معها، وتأتي جميع استراد سبايدر مان بنفس هذا السيناريو. إنه لا يستطيع إتمام أي علاقة مع الفتاة، بل تأتي بأنه الشاب الذكي الذي لا يستسلم أبدا ودائما ينتصر، لكن في أمر الفتيات لا ينجح. في الآونة الأخيرة نحن على موعد مع قصة مختلفة من نسخة سبايدر مان. نحن بالطبع قد رأينا جميع النسخ الجديدة من سبايدر مان، والآن موعدنا مع النسخة السيئة. قال ستانلي مبتكر سبايدر مان إنه يجب أن يكون دائما شابا أبيض ومستقيم الميول الجنسية. جاءت تصريحات لي بعد تسريبات رسائل سوني الإلكترونية التي كشفت عن قوانين وضعتها الشركة فيما يخص شخصية سبايدر مان، وهي أن يكون دائما أبيض البشرة وميوله الجنسية طبيعية ولا يدخن أو يشرب الخمر. وأضاف لي لا مانع لدي أن يكون سبايدر مان لاتينيا أسود أو حتى هنديا، ولكننا ابتكرناه بهذا الشكل فلا أعتقد أنه يجب أن يتغير. وتابع لي أعتقد أن العالم أصبح به مكان للأبطال مثلي الجنس، ولكن لا أرى فائدة من تحويل سبايدر مان إلى واحد منهم بعد أن اشتهر بالاستقامة، مؤكدا أنه سيفكر في ابتكار شخصيات أبطال خارقين مثليين في المستقبل. ومع موجة الغضب التي طالت مبتكر سبايدر مان وشركة سوني والتهمات العنصرية، دافع لي عن نفسه. ليس للأمر علاقة بعنصرية ضد السود أو اللاتينيين أو مثلي الجنس، مؤكدا أنه سيفعل أي شيء يطلبه منه الجمهور فيما يخص شخصياته الجديدة. كانت حملة قد انطلقت تطالب لي وسوني بتحويل سبايدر مان إلى رجل أسود أو مثلي الجنس بسلسلة الكوميكس الخاصة به، ويبدو أنه وافق على طلب الجماهير. قام بالفعل بصناعة سبايدر مان أسود وكلنا شاهدنا، والآن موعدنا مع رايت سبايدر مان مثلي الجنس. وقد تم التأكيد على أن هذه النسخة تتمتع بجميع قوى سبايدر مان، لكنه يعمل في مجال الأزياء وسيكون ذكرا ولكنه مثلي. ولم يكن سبايدر مان فقط هو الشخصية الوحيدة التي تتحول إلى شخصية مثلية، فقد أعلنت أيضا الصفحة الرسمية للمسلسل الكرتوني الشهير سوبرمان بأن جون ابن كلارك كنت اسم شخصية سبايدر مان ثنائي الميول الجنسية، وأثار هذا ضجة واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. بل وأيضا كشفت شبكة نيكلوديون للأطفال أن الشخصية الكرتونية الشهيرة سبونج بوب التي يعشقها ملايين الأطفال حول العالم مثلية الجنس. وجاء تأكيد القناة لميول سبونج بوب الجنسية في تغريدة رسمية لها عبر موقع تويتر، وذلك بمناسبة الاحتفال بشهر الفخر المخصص للمثليين. وغردت الشركة بصورة لسبونج بوب إلى جانب شخصيات كرتونية مثلية أخرى وكتبت نحتفل بشهر الفخر مع مجتمع المثليين جنسيا وحلفائهم هذا الشهر وكل شهر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل الكثير والكثير. ولكنني صدمت كثيرا بما وجدته، اكتفيت بهذا القدر ولا أستطيع البحث أكثر في هذا الأمر. لقد زاد الأمر عن حدي إلى أي مدى يريدون أن نذهب. لقد كان الأمر في البداية مقتصرا على البالغين فقط، وقد كان انتشاره في الدول الغربية فقط، ولكن الآن يريدون أن يوصلوه إلى أطفالنا العرب عن طريق الشخصيات الكرتونية التي تربينا عليها منذ الصغر ويشاهدها الأطفال في كل مكان حول العالم، حتى يزرعوا هذه الميول الجنسية المتطرفة في عقول الأطفال من صغرهم. ولا يستطيع أحد أن يخرج هذه الأفكار من أدمغتهم أبداً، لأن هذا سيكون ما تربى عليه وشب عليه، ولن يستطيع أحد أن يغيره. وآخر ما أود أن أقوله في هذا الموضوع المثير للاشمئزاز، ديروا بالكم نحو أبنائكم، راقبوا تصرفاتهم بكل عناية حتى لا تؤثر هذه الأفكار الملوثة على عقولهم. في النهاية، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب واشترك بقناتنا. إلى اللقاء في فيديو آخر. سلام.